بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من مشروع القائمة والصفحة الملتفة في دورة تعلم ال HTML وال CSS من الصفر للاحتراف. المرة اللي فاتت يا جماعة لما وصلنا كتبنا كود ال HTML في المشروع اللي هو في الجزء الأولاني، وضغطنا F12 من لوحة المفاتيح كان شكل الصفحة بالشكل دوت. حطينا فيها H1 هنا فوق، وحطينا فيها سمول بحيث ان هو يمثل الكاتب، وحطينا فيها باراجراف، وحطينا فيها H3، وبعد كده حطينا فيها صوره، وبعد كده حطينا كملنا بقى الباراجراف. لكن في حته نسيناها نكتبها هنا في HTML، وهي القائمه اللي هي كانت المفروض تظهر، اللي هي القائمه ديت. طب نشوف راحت فين. تعال نشوف المشروع اللي كنا عملناه قبل كده مسبقا. كليك يمين عليه، نختار فتح باستخدام، نختار كروم. بص كده يا جماعه، اللي هنا لما بتضغط هنا في قائمه تحت اللي هي القائمه الرئيسيه، وما احنا متصل هي تتصل بينا بالايكون بتاعتها، دي ما عملناهاش لسه في ال HTML. تعال نرجع للدريم ويفر مره ثانيه، وهنيجي في الحته اللي هي بعد الكونتينر. بص كده، الكونتينر اللي هو بادئ من هنا، لو انا قفلت كده يا جماعه بديب السهم دوت، يبقى المفروض بدات من هنا وهتنتهي في قبل السكريبت. يبقى انا الكود بتاعي هيبتدي في الحته ديت، يبقى القايمه هنا هتيجي في المكان ده. هاجي هعمل كده كومنت عشان افهم ده مكان القايمه بال HTML. بدايه القايمه، القائمه، اوكي. طيب القايمه دي بتعمل ازاي؟ القايمه دي بتعمل عن طريق الناف تاج، عن طريق الناف تاج. الناف تاج، اوكي. جوه الناف تاج احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ان اوردرد ليست عشان نعمل قائمه. ان اوردرد ليست بالشكل دوت، وجوه الان اوردرد ليست بنعمل ليست ايتمز اللي هي ال اي بالشكل ايه؟ بالشكل ده. اوكي. جوه ال اي هبتدي استخدم الايقونات عن طريق الاي اللي هي مكتبه الاوي الفونت اي سام اللي هي ديت، واحط لها الكلاسات المناسبه. الكلاسات اللي هي مثلا كلاس هيجيب لي الاف اي اس فونت اي سام اللي هي ديت، تمام كده، مع الاف اي هوم، اف اي داش هوم، دي ايقونة الهوم، تمام كده. وبعد كده هنبتدي جوه هنا نكتب كلمة الرئيسية، الرئيسية بالشكل دوت. وبعدين ناخد الكلام ده كوبي كنترول سي، ونحط هنا كنترول وي في بالشكل دوت. وبعد كده نكتب اتصل من نحن، قصدي من نحن، تمام. وهنديها فونت او سام اللي هو دوت، هندي لها ايقونه بتاعه الاف اي يوزر الت اي يوزر الت اللي هي دي، تمام كده. وهنيجي ناخد برضو عنصر جديد، والعنصر دوت بدل ما هو من نحن هيبقى اتصل بنا، اتصل بنا، تمام كده. وهيبقى في الفونت اوي ساوند مع الاف اي انفولب، تمام. تعال نضغط كنترول اس ونشوف اللي حصل ايه. اف 12 ونحط المفاتيح، هتبص تلاقي القائمه من تحت يا جماعه اللي هي الرئيسيه، ومن نحن واتصل ايه؟ واتصل بيه. دي هتكون بره الكونتينر خالص، تمام كده. عشان كده تبقى نازل من تحت ايه؟ بالشكل دوت على هيئه ان اوردر دي ان اوردر بيس، تمام. ده الجزء بتاع الاتش تي ام ال اللي احنا ما عملناهوش الحمد لله المره اللي فاتت، تمام كده، تمام. هنبتدي نكمل. بعد ما خلصنا الاتش تي ام ال هنبتدي نخش على السي اس اس. السي اس اس طبعا هيبتدي فيه توثيق كتير هيحصل والكلام دوت، من ضمنها ان احنا نخش الاول نشوف السي اس اس فايل اللي احنا شغالين عليه. طبعا ده موجود فين؟ اللي انا عامله في الستارت اب بروجكت في الفولدر اللي اسمه سي اس اس، هتلاقي فيه الستايل دوت سي سي اس اس. لو عملت عليه دبل كليك كده بالشكل دوت هيطلع لي الكود بتاعه اللي احنا كنا كاتبينه قبل كده، وكان بيجيب الخط اللي هو بتاع كايرو دوت اهو، فونت فاميلي كايرو، تمام كده، وينزله لي على البادي، تمام. وبعد كده كنا عاملين ديسبلاي فليكس والفليكس دايركشن كولم والالاين ايتمز كان في السنتر، والجاستيفاي كونتنت هتبقى برده في السنتر، والقصه دي كلها هنشيل ده كله من اول هنا لحد هنا، ملوش لازمه عندي دلوقتي، واعمل كنترول اس. وبعد كده هنمسك الاوفر فلو. الاوفر فلو هنخليه في اتجاه الاكس بس هيدن، ودي معناها ايه؟ معناها يا جماعه ان انا اعمل كنترول اس بس الاول، معناها ان انا لما اجي اتصفح
12 من لوحة المفاتيح. لو الكونتنت كتير وكده هيبقى عندي بس الشريط ده هو اللي ظاهر، يبقى الصفحة هيكون ايه، هيكون عمود تاني اهو. لو انا صغرتها كده بالشكل دوت، سوري، هيكون التصفح هيبقى عبارة عن تصفح ايه، عمود، يعني مش هيبقى فيه شريط تصفح او شريط سكرول بار من تحت هنا، هيكون بس التصفح هيكون ايه، عمودي بالشكل دوت. تمام تمام خلي دي حتى كده شكلها حلو. اوكي اوكي طيب تعال بقى نكمل. هنيجي هنا في ال HTML تمام، وهنيجي بعد كده بعد اوفر فلو هيدن في الحته دي نشيل ده كله، والمارجن هيكون 0 بيكسل. بالنسبه للبادي محتاج ان انا اعمل باك جراوند كولر، باك جراوند كولر، والباك جراوند كولر دي تقريبا هتبقى رمادي هاش 3 3 3 3 3 3 3، تبقى كده عباره عن باك جراوند رماديه، خلفيه رماديه. انا عملت كنترول اس كده وجيت هنا في الاتش تي ام ال وضغطت اف 12 من لوحه المفاتيح، هتبص تلاقي ان في خلفيه رمادي للكونتينر. اوكي لا للبادي، اسف مش كونتينر، للبادي. تمام تمام وبعدين هنديله كولر وليكن هاش 2 2 2، مش هتقصر قوي، كنترول اس، لان اصلا ده البادي مش هنشوفه كتير. تمام تمام ده اف 12 برضو من لوحه المفاتيح مره ثانيه، وده الشكل اللي احنا ايه وصلنا له بعد ما حطينا باك جراوند وكلر للبادي. طيب نطلع من البادي وهنخش جوه الكونتينر، والكونتينر هنعمل فيه حاجتين، في كونتينر وفي كونتينر فيرتشو نيف. تعال نشوف تنسيق الكونتينر الاول. طبعا الكونتينر عندي عباره عن ايه، كلاس. لو انا جيت هنا افتح ده مش كده، الكونتينر عندي هنا عباره عن ايه، كلاس. يبقى اخد الاسم دوت اللي هو بتاع الكلاس نفسه، كنترول سي من ال HTML فايل، واخش في ال CSS احط دوت واكتب الكلام ده كنترول، واروح حاطط ديت. تمام كده انا محتاج ان يكون عندي باك جراوند كولر للكونتينر، باك جراوند كولر اللي هو لون الخلفيه بتاعه الكونتينر نفسه، هي عباره عن FA تجديد الابيض. ومحتاج كمان ان انا يكون عندي حاجه اسمها ترانسفورمر، بس الاول تعال نشوف الخلفيه اصبحت دلوقتي. لو انا ضغطت كنترول اس ورحت على ال HTML وحط اف 12 هتلقى الخلفيه ايه، خلفيه بيضة بتاعت مين، بتاعت الكونتينر اللي شايل الكلام اللي هو في المقال، لكن من تحت خالص البادي نفسه هيكون خلفيته ايه، رمادي بالشكل ده. تمام لاحظين ايه القائمه اللي تحت دي. اوكي طيب هنرجع تاني للسي اس اس وهنبتدي نعمل حاجه اسمها ترانسفور اوريجين، اللي هي دي هنخليها توب داش رايت. ودي معناها ايه، معناها ان انا لما اجي هلف الصفحه اللي هي دي، تمام، لما اجي هلفها يا جماعه هتتلف منين، من الحته دي بتلف كده، يبقى الترانسفورم اوريجين هيبقى من المكان ده. وبعد كده هعمل ترانزيشن ماشي كده، لما تبقى تحصل حركه للكونتينر تمام كده، يبقى فيها حركه سموث عن طريق ترانزيشن ترانسفورم، وتبقى الحركه تتم في نص ثانيه وتبقى لينير. ده عن طريق الامر اللي هو هنيجي هنا حاجه اسمها الترانزيشن، دي حاجه في الحركه بتاع السي اس اس 3، هنخليها ترانسفورم فورم. اوكي الترانسفورم دوت هيكون عباره عن نص ثانيه، نص ثانيه، وبعد كده هيبقى عباره عن لي. اوكي اوكي تمام. وبعد كده هنعمل ويتس، والويتس دوت هيكون عباره عن 100 في بورت، وهيكون عندي كمان مينيمم هايت، مينيمم داش هايت، وفي المينيمال هايت دوت هيكون عندي برضو 100 فيبورت. اوكي وكمان هيكون عندي بادنج حوالي 50 بكسل، بادنج 50 بكسل. البادنج غير المارجن، البادنج بيكون من جوه، المارجن بيكون من بره، يعني بادنج من جوه في الكونتينر 50 بكسل في كل اتجاه، 50 بكسل في كل اتجاه. كنترول اس وتعالى نشوف ايه اللي حصل. ضغطنا اف 12 من لوحه المفاتيح، هتلاحظ يا جماعه كده عندي بادنج في كل اتجاه 50 بكسل، الخلفيه بيضه، المقاله بدات تظهر اهي. تمام كده بهذا ايه، بهذا الشكل. اوكي طيب في كمان حاجه هنعملها اللي هي الكونتينر دوت شو نيف. اول حاجه هنضيف الكلاس اللي اسمها شو نيف هنا،
شو داش نيم بهذا الشكل. دي الكلاس بتاعتنا تمام كده. وهنيجي هنا هنعمل رول جديده اللي هي دوت كونتينر دوت نيف، نهدي كنترول سي هنا كنترول وفي تمام كده. دوت نيف وهنروح عاملين فيها الاتي، هنعمل فيها ترانسفورم، والترانسفورم ده هيعمل روتيت الكونتينر كله بمقدار 20 درجه من التوب رايت. يبقى هنعمل ترانسفورم، والترانسفورم ده هيكون عباره عن روتيت، والروتيت ده هيكون 20 درجه 20 ديك بي تمام كده من التوب ايه من التوب رايت. تعال نشوف كده كنترول اس وتعال نشوف ايه اللي حصل. بص كده لما بص هنا حتى المقالي دور من فوق الاورجن بتاعه توب رايت تمام كده، اللي هو من اعلى اليمين ولف ب 20 درجه. لو ضغطت في 12 من لوحه المفاتيح مع الحفظ بص اللي حصل ايه، كان في حركه تمت هنا. لو شلت انا الشو نيف دوت اللي هي الكلاس ديت شلتها كده هتلاقي الصفحه رجعت تاني ماشي كده. فانا هشيلها مؤقتا عشان هي تصميم، لكن هحطها في اعتباري ان انا في البدايه هحط واشيل عن طريق مين الزر دول. يبقى هو كل الفكره ان بعد كده ان انا يعني هبتدي انسق هنا قائمه، لما اضغط على الفتحه اللي هي ديت هتروح لفه لي القائمه وفتح لي القائمه اللي تحت اللي هي دي تمام، هتلف لي الصفحه وتظهر لي القائمه اللي هي تحت، ولما اضغط على اكس ترجع الصفحه ايه بشكل تاني وتختفي القائمه اللي تحت عن طريق الشوناف ديت تمام. تمام اوكي كده. بس انا كاتب ايه التنسيق بتاعها في السي اس اس ايه تحت تمام كده. تمام تعالى دلوقتي نخش على السيركل كونتينر نخلصها بالمره. والسيركل كونتينر اللي هي تعتبر فين شكلها قفلتها. المهم في الصفحه اللي احنا كنا عاملينها الاساسيه عشان ما نطوحش بس اللي هي دي فتحه باستخدام نخليها على جوجل كروم تمام، اللي هي القائمه دي عاوزين نعمل السيركل اللي هي فيها القائمه دي تمام كده، هي دي اللي احنا عاوزين نعملها. نبتدي نشتغل عليها دلوقتي اوكي. اوكي ده كده شكل اللي احنا عاوزين نعمله يا جماعه في الاخر تمام. تمام السيركل كونتينر اهي هنيجي من هنا في الاتش تي ام ال وهنشوف اهو دي عباره عن كلاس سيركل كونتينر. هناخدها كنترول سي وهنيجي هنا في الستايل شيت هنعمل دوت وهنعمل كنترول وفي وهضغط هنا وهشوف الدنيا ماشيه ازاي. السيركل كونتينر بتاعتنا ديت يا جماعه اول حاجه هيكون ليها بوزيشن فيكسد، بوزيشن فيكسد ودي معناها ايه؟ معناها ان هي مع يعني مع التمرير تفضل ثابته فين في مكانها. لو انا يعني زي ما انت شايف هنا، شوف لما انا بمرر الصفحه دي فيكسد في مكانها اهي، بص كده ثابته. البوزيشن فيكسد معناها ان هي تفضل ثابته فين في مكانها تمام كده. تمام بحيث ان انا اقدر اقفل وافتح زي ما انا عاوز في اي اتجاه تمام يا جماعه. تمام يبقى دي اسمها البوزيشن ايه فيكسد. تمام طبعا عملت لها بوزيشن فيكسد، بعد كده هعمل لها توب تمام كده هيكون خليكم ماينس 100 بكسل. اللي احنا خلينا ان هي عباره عن دايره تمام كده هتبقى في المكان ده، ورايت كمان هتبقى بماينس 100 بكسل ماينس 100 بكسل. يبقى هي هتطلع فوق شويه تمام كده وهتخش ناحيه اليمين تمام كده. تمام ده لو تخيلت ان هي عباره عن دايره تمام كده لونها ايه؟ لونها برتقالي طيب. الدايره نفسها اللي هي السيركل نفسها نبتدي ننسقها عشان تبتدي تظهر اوكي. يبقى نطلع من الكونتينر دلوقتي ونخش جوه مين؟ جوه السيركل. يبقى الدوت سيركل اللي هي دي ناخد كنترول سي نحط هنا كنترول واي في واضغط انتر وابتدي اشتغل عليه تمام كده. اول حاجه محتاجاها هي باك جراوند كولر، باك جراوند كولر لو بالشكل ده. في الباك جراوند كولر انا محتاج ان انا اعمل هاش اف اف 7979
اف اف بس اللي هو اللون ده تقريبا. تمام كده ماشي. طيب عملت لها لون، هبتدي ابتدي لها هايت وويت. الهايت هيكون عباره عن 200 بكسل اوكي، والويت هيكون عباره عن 200 بكسل برضو بكسل. اوكي اوكي تعالى نعمل كنترول اس ونشوف ايه اللي حصل. بص لقيت ظهرت اهي يا جماعه، بس مش ظاهره بشكل ايه دائري، فانا هدي لها حاجه اسمها بوردر ريديوس ونخليه 50%. بوردر ريديوس بوردر داش ريديوس 50%، وهنعمل كنترول اس وتعالى نشوف اللي حصل. هذا ال HTML هبص لها عباره عن ايه، دايره بالشكل ده. دي كنترول ايه، كنترول اس وف 12 من تحت المفاتيح كده. ادي بدات القائمه اللي هي القائمه الدائريه تظهر ايه فوق هنا تحت، فوق في المكان ده. تمام تمام اوكي اوكي. طيب ايه محتاجينه كمان، ان البوزيشن بتاعها هيكون ريلاتيف، بحيث الكونات اللي تكون جواها تتحرك حركه ابسوليوت. تمام كده، يبقى نيجي هنا برضو ونحط بوزيشن، بوزيشن هيكون ريلاتيف. وطبعا انا عملت البوزيشن ريلاتيف هنا، هيكون الحاجات اللي جواها تتحرك جواها حركه ايه ابسوليوت. تمام كده تمام. وهنعمل ترانزيشن، ترانزيشن والترانزيشن ده هيفيدني لما اجي ادورها بعدين. ترانزيشن والترانزيشن ده هيكون عباره عن ترانسفور. تمام كده بمقدار وليكن 5 ثانية، نص ثانية قصدي، برضه هكون عبارة عن لينير. لينير اوكي اوكي تمام كده. اقعد كنترول اس، وهي مش تعمل حاجة دلوقتي مؤقتا، بس ديت عشان حاجة اللي هي هتيجي بعدين. يبقى هي في المكان دوت بالشكل دوت على هيئة نص ايه، نص ايه. تمام طيب هنيجي بعد كده للبوتونز، بس هنخلي البوتونز ان شاء الله للمرة الجاية عشان بس الحلقة ما تبقاش طويلة عليكم. بكده نكون خلصنا الجزئية دي النهارده، وادي النتيجة بتاعتها في 12 مرة مفتيح اهي. تمام دي النتيجة بتاعتها، ان احنا عملنا تنسيق للبادي، وعملنا تنسيق للكونتينر نفسه، وبدأنا ننزل القايمة اللي هي السيركل كونتينر بالسيركل اللي فيها باللون دوت. تمام كده، ان شاء الله المرة الجاية نبتدي نشوف مشكلة الزراير اللي هي الاكس بوتون والاوبن بوتن، او الكلوز بوتن والاوبن بوتن، وازاي هننزلهم في المكان بتاعهم في المكان دوت بتنسيق ايه، بتنسيق معين. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبت القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، وكل لكم شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى الزايدي للحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.